الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة الحضور جميعا ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ذكرى ميلاد أطفال كربلاء ونسأل الله أن يثبتنا على ولايتهم وأن يجعلهم جنة واقية لنا يوم لا ينفع كما وأهنئكم بإقامة هذا الصرح المبارك الذي طالته يد الهجر ظلما وجورا ونشد على سواعد القائمين الذين بذلوا جهودا مثنية لإقامة هذا المسجد المبارك. وبهذه المناسبة أو المناسبتين يسعدني أن أقف أمامكم وأشارككم هذه القصيدة مد النواظر حيث يتسع المدى مد النواظر حيث يتسع المدى واصعد بروحك ذاكرا متهجدا وافتح ملاليها السماء بنظرة ما عاد طرفك ما عاد بابك يا ابن آدم موصلا واعصر من التاريخ أجود ضرعه قيما تعلمك الكرامة والندى طالت فصول الهجر واتسع الجفا فاضرب لهاتيك الليالي موعدا وأقم بمكة وارتشف من تربها هديا فقد طابت وربك موردا طف حولها طوف الخيال مسلما كل الجهات أمام عينك مسجدا وإذا بدا البيت العتيق فقل له خذنا إلى حيث الجلالة والهدى فهناك صب الوحي فيض لبابه والنور في قلب النبي توقدا وهناك ركب الحق لعل صوته وفم الهوى بالحب جاء مغردا وتنزل الوحي الأمين بحكمة لتعود مكة للعوالم مقصدا فتلقف الوحي الأمين محمد من ذا يضاهي في الزمان محمدا. تلك الحضارة قوة وتوحدا وبحيدر رأت الخلافة رشدها أنم بحيدر في الخلافة مرشدا ملأ البسيط عفة وطهارة وبعدله دون الأنام تفردا. ومضى على درب الهداة مسددا وبعهده نقضت أمية غزلها وبدا هنالك من معاوية ما بدا حتى إذا نعت الخلافة رشدها قسرا وحال المفسدين بها حدا بلغت أمية بالتوارف سؤلها ويزيدها في المؤمنين تسيدا. ولحرفها من ذا سعى وترصد أيجوش أمر المسلمين وحكمهم من كان من قيم السماء تجردا صعد الطريد على أريكة مجدها يرمو الحسين مهددا متوعدا وهنالك انفجر الحسين شهامة وبطولة ترمو المحرم موعدا وتقابل الجمعان في قبل الضبا ولقاء تجسد حمل الحسين النحر طوع يمينه حمل الحسين النحر طوع يمينه فكأنه
تقلدا. ألقت أمية بالتباهي سحرها وسعت لطمس الحق ما ملكت يدا. ورمى الحسين على فحيح سيوفهم نحرا تشحر بالدمى وتوغلا. وعلى هدير دم الحسين وبأسه خرت لهيبته الجبابر سجدا. وإن توسل تربة أو بات شلوا في العراء ممددا. هو ذا الحسين وإن توسل تربة أو بات شلوا في العراء ممددا. برداء عزته تلف بيارق وأمام نجف دماه ينكسر الردى. علموا بأن العز نسج ردائه فتواثوا سلما للحمامة والردى. الفساد ممردا ويصب من هيهاته عرق الإبا غيثا به للحشر ينقشع الصدى. اللهم صل على محمد. وتحملت ثقل الأمانة تسعة هم بعده أهل السماحة والمدى. نذروا لدين الحق زهرة عمرهم وبدمهم كتبوا البطولة مشهدا. حتى إذا انتشت الضلالة واعتلت راياتها والجور عاف وعرمدا. فهناك للمهدي ينتظم السرى أرواحنا بتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حقب مضت ونحن على حب أهل البيت. حقب مضت وأوال في كنف العلا. حقب مضت وأوال في كنف العلا حبا تبوئها الولاية مقعدا. قم سائل التاريخ عن عظمائها. أولم تكن لتراث أحمد معهدا؟ أو ما دعاها للسلام محمد وبطوعها لبت لدعوته النداء. هذه هي البحرين منذ عهودها. بلد البساطة والسماحة والهدى. ملك التراب مساجد ومآتم. فهناك مأذنة تعالج مسجدا. وعلى جوانبها القباب تزاحمت حتى لتحسب أنها قطر ندى. فبأي ذنب تستباح عقيدة ونخط بالتاريخ يوما أسودا. وعلى ركام مساجدي ومآتمي أودعت قلبا بالهموم مقيدا. ووقفت مبهوتا مسطر حيرتي متعجما ممن تجرأ واعتدى. عجبا لمن هدم المساجد عنوة. أتراه صلى فرضه وتشهد؟ وعلى ركام مساجدي ومآتمي أودعت قلبا بالهموم مقيدا. ووقفت مبهوتا أسطر حيرتي متعجبا ممن تجرأ واعتدى. عجبا لمن هدم المساجد عنوة. أتراه صلى فرضه وتشهد؟ وطن الكرامة أستبيحك رافيا. وطن الكرامة أستبيحك رافيا إن بات طرفك بالهموم مسهلا. ما قلت أن الدهر يبعث شؤم الهموم.
أعيش يوم الفيل فيك مجددا، ما قلت أن الدهر يبعث شؤمه فنعيش يوم الفيل فيك مجددا.